يعني عندي لغة لح. يوو! Hey guys, I here hope everyone's having a great, great, great day. اليوم يوم جميل ويوم سعيد فإنه يوم عيد ميلادي. ترارا. وكل يوم في كل يوم في كل سنة أو في كل يوم عيد ميلادي يعجبني إنه أغير شكلي تماماً عشان يعجبني إنه أبدأ السنة يعني بشكل نيو لوك كذا جديد. سنة جديدة وأهداف جديدة وشكل جديد. أحس إنه تغيير نفسي شوية. تغيير نفسي. راحة نفسية لهوي. هذا اللي حنسويه اليوم. فقبل ما نبدأ لازم أروح امتحن آخر امتحان. حروح الجامعة وامتحن وبعدين حنبدأ نصلح نفسي لأنه من جد أحتاج تصليح. فخلونا نبدأ بالفيديو. صراحة ويا جميل شا 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 حالم بالم 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 إحنا لفصات هي أنا المانس على الليلة على لول آيات إيه الله للصفات إيه فصاد فصاد صفاد معاش الغنية هذه الغنية الوحيدة اللي معرفهاش. حالم بالم 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 إحنا نفصاد احنا نلف احنا احلال الفصاد فصاد خربت ام الغنية بس عادي. انا نسال الليلة اسعد الاعياد ونحنا نلفصاد ما عادوش عربي هذا قدو لغة ثانية. انا هذه لغتي الحالي انا عندي لغة لحالي يعني عندي لغة لحالي. اوكي جايز وصلت الان الجامعة. الناس بيتفرجوا علي كاني مجنونة لان جالسة اتكلم بالكاميرا بس عادي. 3 days later. كذا خلصت امتحان واقدر ابشركم انه شكلي رسبت لانه لخبطت الامتحان. مش متأكدة من اجوبتي. الحاجة الوحيدة اللي متأكدة منها هو اسمي وفي سؤال ثاني كمان متأكدة انه جبته صح. اما الاسئلة الثانية كله غلط. المهم خلونا نبدأ بالفيديو. اول حاجة نسويها اليوم هو الرموش. فححط رموش اصطناعية اللي هو الايلاش اكستنشنز اللي هو الاكستنشنز يعني اللي المفروض يقولوا انه يجلس تقريبا 3 اسابيع او اكثر او اقل مش عارفة. اول مرة اسويها في حياتي فمتحمسة بس خايفة في نفس الوقت لانه اسمع قصص انه الرموش تتساقط واسمع كمان انه في ناس عندهم حساسية من الصمغ فعيونهم تنتفخ وكذا فالله يستر. خلونا نروح المحل. I think I like that one. I feel like that's too long. Okay. Yes. Yeah.
اوكي جايز كذا خلصت الرموش، عجبني شكله كثير، البنت عملت شغل رهيب، بس الحاجة الوحيدة انه لما كانت بتحط الرموش كان يحرقني كثير من كثر ما كان بيحرقني، كنت بدمع وكذا، بس غير كذا شكله طبيعي وعجبني كثير. فالان احنا حنروح واصلح شعري، ما ظنش انه حسبغ شعري لانه صبغت شعري تقريبا قبل شهر، بس حقص شعري وحخليها تعمل لي ويفي وتصلح شعري وكذا. فلتس جو. اوكي جايز خلصت الحبوبة، زيتت شعري، حطت كل المنتجات اللي عندهم في المحل على شعري، فشكل شعري انه مزيت. القصة مش عارفة، دايما اقص شعري او اسبغ شعري واخرج من عندهم وما يعجبنيش، مش عارفة ليش، طبعه وحش يعني. بس الست كانت كثير حبوبة وكانت المفروض تدفعني $15 زيادة على الويفي، بس عشان عيد ميلادي ما دفعتنيش. بس حاجة غريبة كنت أشوفها أنها تكلم نفسها، يعني كانت تتكلم معايا وكذا شوية نسكت بعدين تحط تتكلم مع نفسها، فصراحة افتجعت شوية. فالآن خلونا نروح ونتجهز وحوريكم الفاينل لوك. أول مرة أحط عدسات، فدخلت هذه العدسة بعد تقريبا ساعة، والآن حندخل العين الثاني. آخر مرة لبست عدسات كان لما كنت تقريبا عمري يمكن 10 سنين، كانت أختي عندها عدسات، ولما كانت تروح عرس وكذا كان يعجبني أروح غرفتها وألعب بالعدسات حقها. الست حق الرموش قالت لي اقدر احط ايلاينر بس لازم خفيف عشان ما اقدرش اغسل وجهي، او لا اقدر اغسل وجهي بس ما اقدرش احط مي على الرموش لمده 2 أو 3 أيام او اي مكياج في زيوت وكذا، فقالت لي لا تحطين اي شيء. ما ححطش ايلاينر، ححط بس روج احمر وخدود وهايلايتر وكذا، وما اظنش انه احط اي حاجه على عيني، بس عشان لسه عامله الرموش تقريبا قبل ساعه فمش عايزه احط اي حاجه على عيني. اوكي جايز فهذا هو اللوك الاخير، زي ما انتم شايفين حطيت عدسات لاول مره في حياتي، ولو عيني حمراء هو بسبب الرموش وبسبب العدسات، وكمان قصيت شعري، انا ما كنتش متوقع انه حيكون قصير كذا، بس
طلع قصير كثير بس شكله حلو، قولوا لي لو عجبكم ولا لا. وكمان اخترت الجمب سوت هذا لانه عجبني لونه كثير، ولبست عليه كعب سيلفر. زي ما انتم شايفين اول حاجه عملتها هو الرموش، بعدين رحت صلحت شعري ولبست عدسات لاول مره في حياتي. ف شكلي احس انه العدسات هو اللي غير شكلي كثير، وكمان شعري. اما الرموش شكله كثير ناتشرال، وحبيت الست كثير من صدق، يعني عملت شغل ممتاز. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. Thank you so much for watching. Peace out.